يقول: ونحن لا نحبهم ولكن لا نلعنهم. أما نحن فنقول بالتصريح: نحن نلعنهم ونتعبد والله الذي لا إله إلا هو. إذا لم ألعن من قتل الحسين وقطع رأسه وسبى بنات رسول الله واستاقاهن من مكان إلى مكان، ألعن من؟ اسمعوا رأي الإمام الذهبي وهو من أمة السلف وهواه أموي، أيوه، ومتهم بالنصب قليلا، ليس من أحباب يعني أهل البيت، بالعكس مائل عنه، ينزه لسانه عن لعن قتلتهم بعد أن يورد في تاريخه أيها الإخوة طرفا من نبأ مقتل أبي عبد الله عليه السلام، وبعد أن يترجم للملعون الدعي ابن الدعي اللعين ابن اللعين عبيد الله ابن زياد ابن سمية ابن أبيه الذي استلحقه معاوية من أبي سفيان، يقول: ونحن لا نحبهم، عن عبد الله عبيد الله ابن زياد وأمثاله، لا نحب هؤلاء ونبر إلى الله منهم ولكن لا نلعنهم وأمرهم إلى الله. أما نحن فنقول بالتصريح أيها الإخوة لا بالتلويح: نحن نلعنهم ونتعبد والله الذي لا إله إلا هو، والله نتقرب إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى آل رسول الله ببغضة هؤلاء ولعنهم. إذا لم ألعن من قتل الحسين وقطع رأسه وسبى بنات رسول الله واستاقاهن من مكان إلى مكان، ألعن من؟ وأتساءل: لمن خلق الله جهنم؟ أحب أن أعرف كمسلم كموحد، لمن يا ربي خلقت جهنم؟ سيقال: للمشركين، للكافرين. وأقول لهم: من المشرك؟ من المشرك؟ لست خارجيا، لكن أقرأ في كتاب ربي: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، الآية. جوهر الشرك ما يعادله قسوة القلب والإجرام والوحشية وترك الصلوات واتباع الشهوات، هذا هو جوهر الشرك. إذا أردنا أن نفقه فقها لا أمويا، فقها قرآنيا، لا على طريقة معاوية وشيوخ معاوية ومحدثي معاوية، لا، على طريقة رب معاوية ورب الخلق أجمعين، على طريقة كتاب الله المضيع في هذه الأمة، ما عدنا نفقه فيه شيئا إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هذا هو الله يقول، هذه صفات المشركين. فإذا كان من ضيع الصلوات وركب أكبر الكبائر المحرمات وانتهك حرم أهل بيت رسول الله وهتك الحرمين الشريفين مكة والمدينة وقصف الكعبة بالمنجنيق حتى احترقت أستارها، إذا كان هذا اللعين الملعون الخليع المهتوك لا يستحق اللعنة ولا يستحق جهنم، من الذي يستحق اللعن؟ أين ذهب الدين؟ أين ذهب الدين أيها الإخوة؟ العلماء الصالحون في هذه الأمة كالعلامة التفتزاني قال: نحن لا نمتري في كفره، ليس لدينا شك في كفر يزيد. التفتزاني قال: أنا لا أشك في كفره. والألوسي رحمة الله عليه في تفسير سورة القتال سورة محمد قطع بنفس المعنى، الألوسي لا يمتري في كفر يزيد ابن معاوية. أصلاً يزيد من رباه؟ ربته أمه ميسوم بنت بحدل طليقة معاوية، لم تحب معاوية، قالت له: أريد أن أعود إلى أهلي، أريد أن أعود إلى أهلي، هناك أفضل لي من قصرك ومن هذه الفخفخة، طلقني. فعاش يزيد مع أمه أيها الإخوة عامة حياتي مع أمه، لا يأتي دمشق إلا قليلا ولماما، وهناك تربى على أيدي النصارى أيها الإخوة المشارقة كما يذكر المستشرقون أنفسهم، هذه حقائق. وابنه خالد بن يزيد معلمه كان نصرانيا كبيرا، ومستشاره وهو الذي أشار عليه بعزل النعمان ابن بشير أيها الإخوة عن الكوفة، وتولية عبيد الله ابن زياد ابن أبيه، سرجون، يعني السيرجون، سرجون العرب يسمونه إيه؟ سرجون، سرجون هذا المشهور، وتعرفون ابنه يوحنا، هذا كان مستشار أبيه وصار مستشارا له، وقال له: لو كان معاوية حيا وأمرك تأخذ، بقوله قال: آخذ،
قال فأنا أقول لك اعزل النعمان وولي كوفة عبيد الله ابن زياد، لأن عبيد الله هو الذي سيأتيك برأس الحسين، هو الذي سيقضي على هذه الحركة وعلى هذه الثورة. فأخذ مباشرة، أخذ مباشرة يزيد من رباه، رباه أهل أمه. إذن أيها الإخوة، بعد أن مات أبوه، بعد أن مات معاوية أيها الإخوة، أتى وقد مات معاوية، قيل بعشرة أيام، لم يكن موجودا في دمشق أصلا، فوجد أبوه قد قبر، فصلى على قبره، صلى على قبره أمام الناس أيها الإخوة. هكذا كيف رباه أبوه؟ رباه أيها الإخوة كما ذكر ابن كثير، وانظر إلى التحريف. ابن كثير يروي عن الإمام الطبراني أيها الإخوة، ولم يتعقب هذه الرواية بشيء بل بررها، أن يزيد كان فيه ما في الأحداث والعياذ بالله، يميل إلى الشهوات وإلى المخالفات ويشرب الخمر، كان شريبا، كان شروبا شريبا للخمر. فبماذا أوصى معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله ابنه، كيف رباه؟ قال له يا بني لا يليق بالعاقل، لا يليق بالعاقل أن يتهتك هذا التهتك، يعني يفعل المعاصي أمام الناس بما يذهب مروءته، وليت شعري أين مروءة معاوية أصلا حتى يكون ليزيد مروءة؟ أين المروءة؟ هذا موضوع طويل، مروءة سوف نرى المروءة كيف، ونرى كيف ربيه على المروءة بما يذهب بمروءته ويشمت به عدوه ويسيء إلى صديقه، ويسيء إلى صديقه. العاقل القريب يمكن أن يصل إلى ما يشتهي دون أن يناله شيء من هذا. يا بني وإني منشدك شيئا من الشعر فاحفظه وتأدب به، استمعوا بالله عليكم. هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حتى تعرفوا الحقائق التي لا تقال لنا ولا يراد لنا أن نسمعها باسم الحق وباسم الفتنة. أنا أقول لكم باسم الكذب والتزييف، كذا كفى كذبا وتزييفا علينا وعلى أمتنا. يقول معاوية لابنه انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب، حتى إذا الليل أتى بالدجى واكتحلت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي. ما شاء الله على التربية، الإخوة والأخوات الذين يحبون أن يتلقوا دروسهم في التربية ليقرأوا سيرة معاوية مع ابنه يزيد كيف يربيه. وفي المقابل انظروا إلى علي كيف ربى الحسن والحسين ليأتي يزيد فيقتل الحسين شر قتله. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نعم، يقول فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. الذكي نهاره هو في الليل يفعل ما يريد لا أحد يراه. ماذا تريد؟ افعل. كم فاسق، كم فاسق تحسبه ناسكا قد باشر الليل بأمر عجيب، غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب، ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب. يا سلام على الحكمة، يا سلام، يا سلام على التربية. معاوية يقول لابنه يزيد لا تسكر أمام الناس لأن هذا سيسيء إليك، سيسيء إلى سمعتك. طبعا هو حاط في باله معاوية أن يجعله أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بعده أيها الإخوة. قال له لا تشرب أمام الناس، تحب أن تشرب، تحب أن تعربد في الليل، الليل نهار القريب. العجب والله، العجب والله من الحافظ ابن كثير رحمه الله وعفى الله عنه، قال وهذا كما ورد في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر. قلت لا والله ما هذا كهذا يا ابن كثير، لا والله الذي رفع السماوات يا ابن كثير ما هذا كهذا، ووالله الذي لا إله إلا هو لا يقبل أحد من أحد منا أن يؤدب ابنه على هذا النحو، وسيتهم بأنه منافق ومتهتك وربما اتهمه بالزندقة. سيقول له أنت زنديق، تقول لابنك عربد في الليل وفي النهار اظهر بأزياء الصالحين. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أين القرآن يا ابن كثير؟ يا مفسر القرآن يا إمامنا عفى الله عنه، زلة لعالم كبير. لكن الهوى، حبك الشيء يعمي ويصم، انتبهوا، حبك الشيء يعمي ويصم، وحبك الحق والحقيقة يكشف الغماء عن عينيك
فترى الأشياء بأقدارها، حتى وإن كان القائل في مثل جلالة، في مثل جلالة الحافظ ابن كثير، وإنه لجليل إمام وحافظ ومحدث ومؤرخ ورجل صالح، لكن هذه زلة، زلة كبيرة يا ابن كثير. لماذا تريد أن تخدعنا عن الحقيقة؟ تقول هذا كهذا؟ لا والله يا ابن كثير، هذا الذي أتيت به أخرجه مالك، ولكن هناك ما أخرجه ابن ماجه وهو الموافق للقرآن ولما أطبق عليه الصلحاء في هذه الأمة، وهو حديث صحيح ممن صححه الشيخ الألباني أيضا، حديث ابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: لأعلمن أناسا من أمتي يأتون بحسنات، يأتون بحسنات بأعمال حسنة، بحسنات كجبال تهامة بيضة فلا يعبأ الله بها، يأمر بها فتصير هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ثوبان: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم منكم، منكم، قال من أمتي وربما من أصحابي أو في أصحابي يعني منهم، أما إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بعضهم يقوم الليل، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. من علامات النفاق أيها الإخوة أن تظهر الصلاح للناس وتنتهك الحرمات في الخلاء، تظهر الصلاح في الملأ وتنتهك الحرمة في الخلاء. الإمام الشافعي الفقيه ابن حجر الهيتمي ذكر في الزواج عن اقتراف الكبائر، ذكر هذا الأمر على أنه من الكبائر، لا أدري 357 الكبيرة بعد 350، قال من الكبائر. معاوية يربي ابنه على احتقاب الكبائر، يقول له لا تسكر أمام الناس، لم يقول له لا تسكر أبدا، هذه فاحشة، أم الخبائث يا بني اتق الله، قال له لا، في الليل افعل ما تريد. ثم يقولون لنا معاوية ومعاوية، معاوية كما سنثبت في السلسلة مدمن على الخمر، يشربه أمام الناس ويتاجر فيه، والأحاديث صحيحة، لن يمكنهم أن يكذبوا الصحيح. اخضعوا للحق، ابخعوا للحق يا إخواني.